سي رشيد، يوم الأربعاء ستختتم هذه الدورة الخريفية، في هذه العطلة هل هناك برامج تشريعية؟ فعلا يوم الأربعاء 10 فبراير سيتم اختتام الدورة الخريفية، وسيتم افتتاح الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من شهر أبريل. ولكن ما بين هذه الدورتين صحيح أنك توقف الجلسات العامة وكيدخل البرلمان في عطلة، لكن النظام الداخلي كيسمح للجان الاشتغال ما بين الدورتين، كذلك اللجان ديال الاستطلاعية كيمكن لها تشتغل ما بين الدورتين، وممكن كذلك يمكن يكون دورة استثنائية ما بين الدورتين حسب النظام الداخلي المادة 16 و17 و18 والدستور كذلك المادة 64 و65 و66 اللي كتحدث على الدورة الاستثنائية، لكن الدورة الاستثنائية كتكون بشروط إما بمرسوم وإما بثلث ديال أعضاء مجلس النواب إلا كان يعني قوانين اللي هي مستعجلة ويمكن لها تتبرمج في هذا الدورتين إلى حدود الساعة. يعني اليوم في البرمجة ما كاين حتى شي قانون اللي مبرمج أو اللي كاين في مجلس النواب، لكن المستقبل سيبين أن هل هناك قوانين اللي يتم المناقشة أم لا. أما بالنسبة للحصيلة صحيح أن كاين عدد الأسئلة الكتابية الشفوية اللي كثيرة، نتأسف عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات قوانين كانت جد محتشمة رغم بعض المقترحات اللي يتجاوز 6 أو 7 مقترحات، لكن هي مقترحات يعني ماشي جوهرية ولكن يعني تعديل بعض المواد فقط. احنا كنواب برلمانيين الحصيله ديال البرلمان يعني كنقارنوها بالمنجزات وبتجاوب الحكومه مع الاسئله ديال الساده النواب والهموم ديال المواطن والمواطنات اللي وصلهم الحكومه. في الواقع لا نرى اي تفاعل، مجرد غرفه تسجيل فقط. ولهذا البرلمان والمواطن اللي بغى يثق في السياسه اليوم خصو يعرف بان الدور ديال البرلمان في مراقبه الحكومه ويلمس في الواقع يعني المشاكل اللي كيوصلوها البرلمانيين للحكومه، ويكون تجاوب سريع ويكون تفاعل مع الحكومه مع المطالب ديال المواطنات والمواطنين. شنو هو المشروع القانون اللي كنتو تتمناو انه يدوز، والاقتراح القانون اللي كان هو تتمناو هو يدوز وما داش؟ احنا في المجموعه النيابيه كنا تقدمنا ب4 مقترحات قوانين، خصوصا ما تتعلق بالانتخابات، لان احنا في سنه انتخابيه بامتياز ديال التنافي مع رئاسة الجماعات ومع رئاسة المجلس الإقليمية. هاد 4 المقترحات القوانين لحدود الساعة لم تبرمج. كذلك كنا كحزب تقدم الشراكية نتطلع إلى أن الحكومة تجيب القوانين الانتخابية في هذا الدورة قبل الاختتام ديالها، مع الأسف مع العلم أن كما كتعرفوا كان يعني نقاش طويل مع الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية. إلى حدود الساعة لم نرى أي مستجد على هذه القوانين، كنا كنتمنى في الدورتين ونتمنى تكون ما بين هاد الدورتين وتكون يعني دورة استثنائية من أجل مناقشة هذه القوانين، ويكون عندنا الوقت الكافي من أجل مصادقة على القوانين الانتخابية اللي هي مهمة وكترهن بلادنا المستقبل.